عاد اليكم من جديد. النهارده هنعمل الايس كوفي اللي بتبقى موجود في الكوستا كافيه وموجود في ستاربكس والكلام ده، هتلاقوه صورته هنا كده، بيبقى فيه كده صوص كده، صوص شوكولاته وصوص كراميل والكلام ده. فانا اقول لكم النهارده ازاي تعملوا الايس كوفي ده ب 2 جنيه بس او بجنيه برده زي المره اللي فاتت. والله يا صاحبي ولا مستخسر فيك اي حاجه. فندخل بقى في المكونات كده على طول. المره دي مش هنحتاج اللبن اللي احنا كنا مستخدمينه بخيره، هو انت عادي ممكن تستخدم بخيره كل حاجه، بس انا هستعمل اللبن اللي هو البودره، وده لاسباب هقول لك عليها بعدين في الفيديو يعني. وهتحتاج شوكولاتتين اللي هي بتبقى السايحه دي، تقريبا الواحده بجنيه، انت ممكن تجيب واحده بس انا جبت اتنين يعني لزوم الحبكنه يعني. ونسكافيه اللي احنا قلنا عليه اللي هو بجنيه. طبعا اول حاجه زي المره اللي فاتت برده هنجيب ازازه فاضيه ونحط فيها النسكافيه، وهي هتحط عليها معلقتين ميه، هنا حبه صغيرين يا صاحبي يعني، حبه كمان بس قوي كده، وما تتحمرش بقى يا صاحبي، ما تتحمرش. بص كل ما نفسك اعمله في الازاز، بص بعلمك ازاي تعمل ايس كوفي وازاي تطلع غضبك في كل حاجه. تعالي بالتكه. طبعا بعد ما تعمل لك القوام الجامد هتمسك بقى ايه الازازه بتاعتك. واللي خلاني اقول لكم ان احنا عايزين لبن بودره ده لان اللبن البودره ما فيهوش الدسامه بتاعت اللبن اللي هو البخيره او اللبن اللي هو السايب. بحس ان اللبن التاني بيبقى فيه دسامه اكتر كده، مش عارف بتخليني او بتخلي الايس كوفي يضيع كده، او تحس كده ان الطعم بتاعه ضايع، او تحس ان هو فيه دسامه كده كبيره. وانا بصراحه ما بحبش الكلام ده يعني، هو اصلا مش موجود الكلام ده في الايس كوفي اللي موجود بره. فبحب استخدم اللبن البودره لان بيبقى الموضوع سيمبل او ما فيش الدسامه دي اللي موجوده يعني. هتجيب بقى الشوكولاته اللي انا كنت قايل لك عليها دي، هات واحده او هات اتنين، تقريبا هي موجوده في كل حته بجنيه تقريبا يعني. ويا صاحبي بكل حنيه تحطها في اللي انت هتعمل فيها الايس كوفي او الازازه بتاعتك او الكوبايه بتاعتك، ولكن بطريقه احترافيه كده سيكه. طبعا كل ده طبعا هيروح مع الايس كوفي لما نيجي نحطه. نحط بقى الثانيه، حاسس انا كنت افتحها يعني رفيعه سيكه عشان تنزل بالراحه، ولكن ده غباء مني انا، ولكن عادي ملحوظ مفيش اي مشكله، هشربك برضه مفيش اي مشكله. ده هيبقى شكلها كده، خد بالك طبعا حبه في الكيس يعني، موتهم الحس امهم يعني. طب يا صاحبي هتجيب كوبايه بقى بعد العك اللي احنا عملناه ده، و طبعا ممكن لبن نيدو، ممكن تجيب لبن سايب بيبقى موجود يعني اللبن ده في كل حته، بس هاته من النضيف لان بيبقى في حاجات رخيصه وفي حاجات نضيفه، فخاته من النضيف هيفرق معاك قوي في الايس كوفي يعني. حط 3 معالق يا صاحبي، ممكن برضه لبن نيدو، ممكن اي حاجه مش هتفرق يعني. و تقلب لحد ما يدوب كده خالص. تمام يا صاحبي، جيب بقى ايه التلج اللي احنا بوظناه خالص، مفيش اي مشكله عندنا. التلج هنا كده، و معرفش اعمل ايه يا صاحبي مش هتفرق والله. هتحط اللبن بتاعك احترافي احترافي احترافي. فوت بعد اللي احنا هنعمله ده كله، معرفش ليه عقدت الدنيا يعني، بس فوت بعد اللي احنا هنعمله ده كله يجيب لنا بقى ايه، او يطلع لنا بقى في الاخر بقى المنتج النهائي الايس كوفي اللي هو بصوص الشوكولاته اللي بيبقى طبعا في ستاربكس بحاجه و60 جنيه، يقول لك اضافه صوص شوكولاته ب 20 جنيه وفي ماك والكلام ده. احنا هنعمله هنا بالظبط مش هنكمل اصلا كمان 2 جنيه. بس بالله عليك كيف تفكر، اقسم بالله حريقه يا اخي حريقه. تقوم مقلب بقى مع اللبن مع الكوفي مع الشوكولاته، يعمل لك يا صاحبي احلى ميكس، اقسم بالله اقسم بالله يا اخي بالله عليك كيف تفكر، اقسم بالله حريقه. عايز بقى لك رغوه بقى كده يا صاحبي في الاخر بقى ايه، بس ما تزعلش نفسك ما تزعلش نفسك يا صاحبي. بس
ففي الفيديو النهارده قلت لكم ازاي تعملوا ايس كوفي بصوص الشوكولاته، والموضوع حرفيا معاك ما يكملش اصلا 2 جنيه او جنيه ونص لو انت مثلا هتعتبر اصلا الكوفي عندك او كيس النسكافيه ده عندك. يعني انت هتجيب بس الشوكولاتايه وبس، والشوكولاته دي موجوده في اي حته، واللبن برده موجود في اي حته لو انت عندك برده بخير واي حاجه براحتك، بس انا بتكلم مثلا عشان الدسامه بتاعه اللبن البخير او الدسامه بتاعه اللبن السايل. ف 2 جنيه عملت لك ايس كوفي بصوص شوكولاته. دوس يا كوتش، روح اعمل لي بقى فولو بقى على اليوتيوب يا جدعان. والله موجود على اليوتيوب يا جدعان بقى لي سنتين ومحدش فاكرني، ويوم ما حد يفتكرني يفتكرني عشان ايس كوفي. صاحبي روح يا صاحبي اكتب كلمه عفت على اليوتيوب يا صاحبي، في جيمنج وفي حوارات وفي ليله يا سعادتك يا باشا، روح اتفرج يا باشا قول لي رايك فيه. يلا دوس يا كوتش، سلام عليكم.